كان لازم موسيماني يلعب على الحته دي، ويلعب على الدفعه المعنويه القويه اللي عند اللعيبه بعد تجاوز مونتيري، انه يكونوا موجودين ويستعين باللاعبين الاساسيين او اللاعبين الدوليين على حسب سير مجريات المباراه. ولكن انت يعني منحت الفوز لبالميراس سواء بالطريقه الدفاعيه اللي انت لعبت بيها او بالاحترام الزائد لبالميراس. هو كان حابب، يعني خليني اسالك، يمكن هو يا محمد كان حابب ان هو يدعم مثلا الملعب او الفريق بفكره الخبره الى حد كبير كمان، وفكره كمان تشجيع اللعيبه نفسهم انه لاعب مثلا زي سولية مثلا يبقى موجود معاهم في الملعب. هل دي كانت وجهه نظره؟ هي طبعا كان وجهه نظره دي، ولكن انه حته الدعم هو طول الوقت انه لا قوام النادي الاهلي. عنده اصلا بديل؟ يعني كان يقدر عنده بديل لانه هو لعب الماتش الاولاني واللاعيبه الدوليين دي ما كانوش موجودين. اللعيبه مرهقه جدا، فحتى لو اللاعب اللي هو يعني نجم النادي الاهلي مش هيديك 100% لان هو جاي مرهق. هو بتتكلم في شهر كامل، اكتر من 30 يوم من معسكر مع المنتخب، من السفر للكاميرون، من العوده للقاهره، ثم التوجه الى ابو ظبي، فبالتالي في ارهاق بدني واضح جدا على اللاعبين الدوليين، لاعبي منتخب مصر. فكره المجازفه والدفع بيهم طبعا كان خطا كبير جدا من موسيماني، لان انت عندك القوام اللي موجود اللعب ماتش مونتيري كنت تقدر تعتمد عليه، وحسب مجريات المباراه تقدر تدفع بعمرو السليه، بحمدي فتحي، بايمن اشرف، بمحمد شريف، على حسب سير المباراه. وحتى انه محمد شريف يعني يعتبر ما شاركش مع منتخب مصر في امم افريقيا غير بعض الدقائق، يعني شفناه امبارح بينزل كبديل مش موجود. فبالتالي انه لا، هو كان خطا طبعا فني من موسيماني عظيم. حتى انه يعني بعد المباراه الناس كلها اتكلمت فنيا على ان اداره موسيماني للمباراه كانت اداره خاطئه فنيا. هو ذات نفسه اعترف ان انا اخطات في احترام الزائد لفريق بالميراس.